السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية السجن في المنام. أولا، ما تفسير رؤية السجن في المنام للعزباء؟ تشير إلى زواجها من رجل يمتلك ثروة طائلة، ورؤية العزباء خروجها من سجن مجهول في المنام تشير إلى أخبار سعيد وأمور مبشرة ستحدث لها، ورؤية العزباء إنها تبكي في السجن في المنام تشير إلى أحزان كثيرة متتالية، مما جعل حياتها تعيسة خالية من أي فرح. ما تفسير رؤية السجن في المنام للمتزوجة؟ رؤية المتزوجة إنها تزور زوجها في السجن في المنام هي دليل على فك كرباها وإزالة همها في الحياة، ورؤية المتزوجة إنها في السجن في المنام تشير إلى إنها تقضي أيام مقبلة في سعادة وفرحة دون أي مشاكل، ورؤية المتزوجة إنها تهرب من السجن في المنام تشير إلى قدرتها على تخطي الصعاب والأزمات التي في حياتها. ما تفسير رؤية السجن في المنام للرجل؟ رؤية الرجل سجن في المنام تشير إلى عجزه عن أداء الواجبات الأساسية التي في حياته وسد احتياجات أسرته، ورؤية الأعزب إنه يسجن في بيت مجهول في المنام تشير إلى إنه سيتزوج من أهل هذا البيت والله أعلى وأعلم، ورؤية التاجر سجن في المنام تشير إلى خسارة كبيرة ستحدث في تجارته ومن الممكن أن تؤدي إلى إفلاسه، ورؤية المتزوج سجن في المنام تشير إلى مشاكل بينه وبين زوجته ومن الممكن أن تؤدي إلى الانفصال، ورؤية الرجل الهروب من السجن في المنام تشير إلى اتجاهه إلى طريق الصواب. ما تفسير رؤية السجن للبريء في المنام؟ رؤية الحالم إنه داخل السجن ومظلوم في المنام تشير إلى إنه معرض لضغط وظلم أما من أصدقائه في العمل أو من أهله، ورؤية السجن للمظلوم في المنام تشير إلى تعرضه لقسوة من الحياة. ما تفسير رؤية البكاء داخل السجن في المنام؟ رؤية البكاء داخل سجن في المنام تشير إلى فك كرب وإزالة الهموم والأحزان في حياة الراقي، ورؤية البكاء داخل جدران السجن في المنام تشير إلى فتح الحالم صفحة جديدة في حياته مليئة بالهناء والسرور. رؤية الحالم سجن في المنام تشير إلى سلامته صحيا وعمره المديد، ورؤية الحالم إنه يتأخر النوم في السجن تشير إلى ما يفعله من أجل حماية نفسه من الأمراض، ورؤية سجن الحاكم في المنام تشير إلى حدوث أمور سيئة للرئيس تسبب له الحزن والهم، ورؤية سجن الشرع في المنام تشير إلى ارتكاب الحالم الكثير من الذنوب والمعاصي في حياته، ورؤية سجن مجهول في المنام تشير إلى ما يمر به الرائي من متاعب في حياته، ورؤية سجن مفتوح في المنام تشير إلى خلاص الرائي من جميع الأمور السيئة التي في حياته. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.